انت كل يوم بدك تجهزيني قبل ما اروح الشغل؟ طبعا حبيبي، المهم اني اكسب معك وقت الزياده. هلا جهزت. شايفك مبسوطه اليوم، جربتي تحكي مع مسال؟ ببالي خطه لروق الجو، رح اعمل كل شي لاكسب محبتها. انت مالك مضطره تعملي شي، لانه هي اصلا بتحبك ونحن منعرف هالموضوع. كل القصة انه هي اخذة على خاطرها شوي. بعرف حبيبي، وهي كمان زعلانة لأن حسيت انها لوحدها. رح حاول ارجع اقربها مني وتوثق فيني. ومتأكد رح تنجحي بهالشي، لاني بعرف قديشك عنيدة لما الموضوع بيتعلق بناس بتحبيهم. صحيح، مشان هيك ما رح استسلم ابدا. اذا الموضوع بيتعلق بمسال ومارت رح اعمل كل شي لاوصل لهدفي بالاخير. ايه، وشو هالخطة يا ترى؟ فكرت اعمل الكعك يلي كانت تحبه. تتذكر كنا نعملهم سوا لما كانت صغيرة وانت حبيتهم. ايه ومشتهيهم كتير، يبقى خلولي شوي. ما بعرف، اذا رجعت بكير بتلحق. فيني امرو؟ لا ما فيك. شو بدك مني؟ جاب لك موبايل جديد، شو بدك كمان؟ سيارة مثلا؟ انا ما كان بدي اي شيء من حدا. حاج بقى تمثيليات انك الولد اليتيم والشريف. ما بدك يسجل لك البيت باسمك كمان؟ مرحبا، مارتي يعفوز موجود؟ مين حضرتك؟ أنا المحامي باكي سولماز، محامي شركة ميسم يعفوز. تفضل. وليش بدك تشوف مارت؟ إذا موجود الأفضل احكي معه. مارت ممكن تجي شوي؟ مارت الأستاذ محامي أختك وبده يحكي معك. مارت، بما أنه حضرتك هلأ أقرب وريث والوحيد لأختك ميسم يافوز، كل أملاكها صارت لك. كيف؟ كيف يعني كل أملاكها؟ كل شيء كانت تملكه ميسم هلأ صار لك. في مبلغ كبير باسمها بالبنك، وفي عقارات وأسهم بشركة تاركو. ما في أي مشكلة، تقدر توقع. ما بدي وقع. أنا ما بدي أي شيء بخصة. كيف يعني؟ ما بدي. مارت روق شوي ولا تستعجل بقرارك. بالأول اهدى وفكر منيح وبعدين خد قرارك. أنا أخذت قراري. لأمتى رح تضل تمثل؟ بس أنا بعرف إنه بدك تاخد كل شي، حاج تلعب دور الضحية. مسال؟ عم إكزل؟ هو عم يتصرف كأنه عنده عزة نفسه شريف. أنا بحكي معه.
مارسال أنا ما عم أفهم، أنت ليش ما عم توثقي بمارت؟ هو حدا منيح، رغم كل شي صار معه حافظ على أخلاقه. ليكي مارسال، أنا متأكدة أنك رح تندمي على هالحكي بس تتعرفي عليه أكتر. أنت عم تظلمي كتير. يعني طلعت أنا الظالمة هلأ؟ لكن أنت شو فهميني؟ مارسال، أنا كتير مشتاقة لأيامنا القديمة، لما كنا نروح على السينما مع بعض، ولما نروح على السوق نشتري نفس التياب ونلبسهم سوا أنا وإنتي، ولما كنا أنا وإنتي وأبوكي نفوت على المطبخ سوا ونعمل كعك. كنا نخلصهم كلهم فورا. ومرة كمان رحنا رحلة تخييم، تتذكري؟ ورفقاتك اجوا مع اهاليهم وعملنا مسابقات ونحن ربحناهم كلهم وما خلينا اي حدا يسبقنا. صدقيني مارسال، انا مشتاقت لك كتير، مشتاقه نقعد انا وانتي ونحكي بكل شي بيخطر عبالنا. حابه رجع هالشي بس ما عم بقدر، وعم ضل اسال حالي انتي ليش اجيتي فجاه؟ معقول صاير معك شي بمدرستك؟ كل ما فكر عم حس حالي قلقانه. فكرك بكلمتين حلوين وذكريات الطفولة من ألف سنة فيكي تخدعيني فيهم؟ ليكي مرينا بظروف صعبة وأنا بدي أحكي لك كل شي بس أنتي عم تحطي حواجز بيناتنا. شو بدك تحكي لي؟ شو عملت ميسم فيكم؟ طمني، عرفت. أصلاً ميسم فاتت على حياتنا لأنك أنتي فوتتي هالولد على البيت، يعني سبب كل شي صار معنا هو أنتي. يا ريتنا بحياتنا ما التقينا،